نفذت القوات المشتركة والمقاومة الباسلة ضربة عسكرية على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية في محيط وادي صبيرة شمال محافظة الضالع. وقالت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة المشتركة تمكنت من خلال العملية العسكرية من اختراق تحصينات الميليشيا الحوثية، وأن القوات المشتركة دمرت عددا من الثكنات العسكرية للميليشيا وسط سقوط عدد من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح. حرر أبطال الجيش الوطني مواقع مهمة في محيط منطقة نقد العتق بمديرية نهم بعد هجوم واسع على ميليشيا الحوثي الإنقلابية المتمردة المدعومة من إيران في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. وتمكن أبطال الجيش الوطني بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية من تحرير مواقع مهمة في محيط منطقة نقد العتق، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للميليشيا الحوثية والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان. وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من عرباتها وآلياتها القتالية. وقال قائد اللواء 55 مشاهل عميد الركن علي الحميدي أن المواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية في جبهة نهم كانت الميليشيا الحوثية تستهدف منها بالصواريخ القرى والأحياء السكنية الأهلى بالسكان غرب محافظة مأرب. وأضاف أن الميليشيا الحوثية في جبهة نهم تعيش انهيارات كبيرة في صفوفها على وقع ضربات أبطال الجيش الذين يتمتعون بمعنويات عالية. صعدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران قصفها على القرى السكنية ومنازل المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتة جنوب الحديدة. وقالت مصادر محلية إن القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة تعرضت لقصف بقذائف الهون الثقيل واستهداف بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية. وأشارت المصادر إلى أن القصف والاستهداف كان بشكل هستيري وقد تسبب بإثارة الرعب والخوف في أوساط المدنيين، وهو ما ينذر بنزوحهم بعيدا عن منازلهم وقراهم. وتقع مناطق متفرقة من محافظة الحديدة تقع تحت وطأة نيران الميليشيا الحوثية، مما نتج عنه خسائر بشرية ومادية في صف المدنيين، وذلك دون تدخل دولي يضع حدا لجرائم الحوثيين. فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي حقل ألغام زرعته ميليشيا الحوثي شرق مدينة الحديدة، حيث قام فريقا هندسيا بعمليات مسح واسعة للمناطق الواقعة بين مطاحن البحر الأحمر ومعسكر الدفاع الجوي، ونزع عشرات الألغام المضادة للدروع والفردية، حيث أخرج الفريق الهندسي عشرات الألغام المدفونة تحت التراب بعد فصل صواعق التفجير. وجاءت عملية نزع وتفكيك الألغام ضمن الجهود الحثيثة والدؤوبة للقوات المشتركة لمسح المناطق المحررة التي فخختها ميليشيا الحوثي بالألغام قبل دحرها التي تسببت باستشهاد وجرح الآلاف من المدنيين.